التالت. التالت طبعا حمدي فتحي. حمدي فتحي قدم مباراه كبيره جدا، يمكن هو اكتر لاعب قطع الكوره في المباراه 16 مره. في وأكتر في ناس ما بتبقاش شايفه دور مع حمدي فتحي الحقيقه. حمدي فتحي يمكن هو من سر من اسرار تفوق وسط ملعب النادي الاهلي في الفتره الاخيره بصفه عامه. وجود حمدي فتحي، ثنائيه حمدي فتحي وعمرو السوليه بصراحه ثنائيه نموذجيه. عمرو السوليه برده قدم مباراه كويسه جدا عشان ندي له حقه، ولكن حمدي فتحي برده اكتر لاعب قطع الكوره واكتر لاعب حصل على اخطاء بالتساوي مع رمضان صبحي. فحمدي فتحي لما لعيب ارتكاز بياخد فاولات كتير من اللي قدامه، ده دليل ان هو متفوق عليه تحديدا في الالتحامات في قطع الكرات. حمدي فتحي كمان عامل 39 تمريره قصيره صح وثلاثه خطا واثنين تمريره طوليه، اثنين صح من اثنين. نيجي بعد كده برده معلول. معلول كان عامل جبهه قويه كويسه جدا ناحيه الشمال، يمكن هو اكتر لاعب عامل في المباراه عرضيات. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو صنع فرصه، عامل 12 عرضيه بنسبة دقة 41.6، يعني 5 من 12 صح. قطع الكورة 14 مرة، تاني أكتر لاعب عامل تمريرات طولية من ورا، أول واحد رامي ربيعة عامل 9، التاني معلول عامل 8 بنسبة دقة 62.5. نسبة دقة التمريرات القصيرة 97%، ليه محاولة على المرمى اللي هي خبطت في القايم، كانت محاولة جميلة من الضربة الثابتة، كان هيبقى هدف جميل بصراحة، والمراوغة الناجحة واحد وحصل أخطاء، عمل خطورة. يعني احنا لو شفنا الفرصتين تحديدا اللي هم الضربه الثابته اللي شاطها في القايم دي كانت جون محقق، وكان هيبقى هدف عالمي. الهدف الثاني اللي هو لم فيها محمود عزت وعملها لورا دي برده كان هيبقى اسيست ليه، غير الفرصه اللي صنعها. فمعلول عمل جبهه خطيره.